بل يجوز للمرأة أن تأخذ من شعرها ما كان فيه زينة، ولا يحل لها أن تفعل ما فيه مثلة أو تشبه بالرجال. وقد أخرج مسلم في الصحيح أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يأخذن من رؤوسهن حتى تصير كالوفرة، حتى تصير كالوفرة أي القفة الكبيرة. فهذا دليل على جواز أخذ المرأة من شعرها للزينة، ولكن لا يجوز ذلك لغير الزينة كما كان مثلة أو تشبها. وأما حلاقة ميمونة رضي الله عنها لشعرها فقد كان ذلك تبتلا واجتهادا منها، وقد روى ذلك ابن سعد في الطبقات، ولا يقاس عليها أحد، فهي أم المؤمنين لا يحل لها الزواج بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلك كان عند الله عظيما. ولا توافق ميمونة رضي الله عنها في ذلك. وقد قال جدي رحمة الله عليه: روى ابن سعد تحلق الميمونة بعد النبي رأسها ميمونة، وهو تبتل وفيها إسوة حسنة لصالحات النسوة. وكان أزواج النبي المصطفى صلى عليه ربنا وشرفا يأخذن من رؤوسهن حتى تصير كالوفرة، إن أردتا عزوا لهذا فعزه لمسلمي، وفيه مقنع لكل مسلمي، وفيه من إباحة التخفيف ما كان محتاجا إلى توقيفه.